حقيقة منا إن مواسم نجوم المسرح الجامعي هي فرصة مهمة جدا لاكتشاف المواهب الفنية. كبار الفنانين اللي عندنا بدأوا حياتهم من المسرح الجامعي. كمان امبارح انطلق بينالي فينيسيا بمشاركة مصرية متميزة لعمل رائع بيحمل اسم دراما 1882، وشهد الجناح المصري في فينيسيا إقبال كثيف وكبير عن مشاركة مصر في بينالي فينيسيا والجديد في مواسم نجوم المسرح الجامعي. معانا على الهواء دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية. بنرحب بحضرتك دكتور وليد، وصباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. نبدأ مع حضرتك ببينالي فينيسيا والمشاركة المصرية المميزة في هذا البينالي. الحقيقة السنة دي احنا يعني كنا حريصين الثقافة ان العمل المصري في البنالي يكون له طابع خاص من خلال حرص الوزارة على ترشيح احد اهم الفنانين المصريين، وكان اللجنة اللي قامت بالاختيار اختارت الفنان المصري المهم جدا وائل شوقي. العمل بعنوان دراما 1882 ده بيتناول الفترة المهمة بتاعت دخول الاحتلال الانجليزي لمصر، ايوه، ومرحله ثوره عرابي ومذبحه الاسكندريه والخلاف الشهير بقضيه المكاري والمالطي اللي هو الراجل المصري البسيط اللي معاه حمار اللي كانوا بيسموه مكاري، واحد المالطيين اللي موجودين في الاسكندريه، وادى الى مذبحه تامر في الاسكندريه راح ضحيه 300 بني ادم. التناول والموضوع جاي من ان الموضوع اللي كان مطروح في بينالي فينيسيا السنه دي كان عنوانه غرباء في كل مكان. دايما في كل دوره البينالي بيطرح قضيه بيتم حواليها العروض الفنيه في كل المشاركين. طيب. فكان الاختيار في اعاده قراءه هذا التاريخ الخاص بمدينه الاسكندريه والتواجد الاجنبي على ارض مصر. اتفضل يا فندم. أكيد العمل تم تنفيذه عشان يوصل فكرته المرتبطة بالاحتلال، ده فكرة أعتقد دايما بتكون جاذبة للجمهور، وده اللي شفناه فعلا من تواجد المصريين في ليالي العرض. ده حقيقي. أيوه، امبارح كان الافتتاح الخاص للجناح المصري. إن شاء الله البنالي بيفتتح بشكل رسمي يوم 21، وكل جناح بيحدد معاد الافتتاح الخاص، ومع بداية أول دقائق الافتتاح كان في إقبال غير عادي. الحقيقة ده ناتج من سببين، أولا الموضوع تحديدا اختيار الفنان المصري يعني أنا بقول عليه عالمي الحقيقة وائل شوقي، اللي هو له وجود قوي على الساحة الدولية. نعم. وكمان طبيعة العرض نفسه اللي كان فيه الحقيقة حافز شديد جدا على إن العرض السنة دي يكون عرض مختلف ولائق بالتمثيل المصري في بينالي فينيسيا. أكيد. من فينيسيا نروح مع حضرتك دكتور وليد لانطلاق موسم نجوم المسرح الجامعي اللي هو المصنع اللي بيقدم لنا كده كبار الفنانين والممثلين على مدى تاريخ الحياة الفنية في مصر. أهمية هذا الموسم وأهمية الاهتمام بالمسرح الجامعي. ده حقيقي، مواسم نجوم المسرح الجامعي ابتدت من 6 سنين بدعم من صندوق التنمية الثقافية وبيشرف من المخرج المهم برضه خالد جلال. الحقيقه المسرح الجامعي زي ما حضرتك قلت برضه هو بيعتبر الرافد الاساسي او احد الرافد الاساسيه لحركه التمثيل المسرحي والتمثيل بشكل عام في مصر على مدار التاريخ. ولذلك صندوق التنميه الثقافيه مهتم جدا بالموضوع ده، والفكره كل سنه بتاخد اهتمام اعلى ومشاركات اعلى. السنه دي ان شاء الله عندنا 73 عرض تقدموا للمشاركه في المهرجان. يوم الاحد 21 هتبتدي لجنه المشاهده في استقبال هذه العروض في مشاهدات حيه للعروض لاختيار العروض المشاركه في المسابقه النهائيه لمواسم نجوم المسرح الجامعي. هيبتدوا يشتغلوا من يوم 21 لحد يوم 29 على مشاهدات هذه العروض، وان شاء الله يكون موسم موفق زي ما كان في السنوات السابقه. المسرح الجامعي واحد من النشاطات الطلابيه اللي دايما بيقبل عليها الطلاب بمختلف بقى فئاتهم، سواء هم عايزين يمثلوا، عايزين يخرجوا، عايزين يتفرجوا على مسرح شبههم كده، وعايزين يتفرجوا على روايه
تكون شبههم، فدايما بنلاقي في اقبال كبير من الطلاب على المسرح الجامعي. المسرح الجامعي خرج نجوم كتير جدا، هل لسه في اهتمام بفكره ان هو يتم كده اكتشاف المواهب من مسرح الجامعه زي ما كنا متعودين في السنين اللي فاتت؟ ده بيحصل وكان بيحصل وهيفضل يحصل، لان الحقيقه يعني يمكن اللي تعامل مع المؤسسات الثقافيه الحكوميه والخاصه بيلاحظ هذا الاهتمام، كمان اللي بيتعامل داخل الجامعات المصريه سواء في التدريس او العمل او باي حاجه، ده يمكن ده انا لامسه بنفسي على مدار سنوات طويله سواء في اسكندريه او القاهره. لا تتخيلي حجم اهتمام مجموعات الطلاب من هواة التمثيل او حتى زملائهم بهذه العروض، وقد ايه بيبقوا مؤمنين جدا باللي هم بيعملوه، مهتمين جدا بيه وعاوزين يبقوا موجودين ومحققين و وعلى المدار برضه وزاره الثقافه بتاخد اجراءات كثيره جدا في هذا الموضوع، وبتستقبل من خلال اكثر من فعاليه سواء في صندوق التنميه الثقافيه، سواء في هيئه اصول الثقافه، سواء في بيت الفن المسرح، يعني في اكثر من فعاليات بتستقبل هؤلاء الطلاب من المهتمين بأنشطة المسرح طول الوقت. ولكن الحدث الأبرز اللي له 6 سنوات بقى موجود، وده بيعكس الاهتمام وبيعكس كمان الكثافة، لأن لو ما فيش رغبة عند الطلاب ما كانش بقى فيه مشاركة بالعكس هذا المهرجان يعني. شعار السنه دي في المهرجان موسم نجوم المسرح الجامعي عوده الروح، ليه اخترتوا هذا الشعار تحديدا؟ ده انعكاس على او انعكاس بشكل اساسي للاهتمام، يعني كل سنه انت بتحس ان الولاد بيتفاعلوا اكثر، الولاد بيكونوا مهتمين اكثر، كمان كون ان العرض او احد العروض الفائزه في نهايه المهرجان بيبقى من حقه المشاركه في المهرجان القومي للمسرح، ده كمان بيدي الولاد فرصه مهمه جدا انهم يتواجدوا في وسط المهرجان القومي للمسرح، ده بيشمل كل العروض المسرحيه اللي تمت خلال العام في مصر، فبيحسوا ان هذا المهرجان بيديهم فرصه للتواجد بشكل اساسي، ولذلك في اهتمام كبير بالمنافسه داخل هذا المهرجان، بتخلي هذا المهرجان سنه عن سنه بيبقى له روح مختلفه وروح اكثر قوه يعني. دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليه ورئيس صندوق التنميه الثقافيه بوزاره الثقافه، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك.